ما جعلني أخرج من السودان هو خشيتي من نفسي، إنه أنا لا أعرف متى سأدوس مرة أخرى على ذيل الأسد، لأني لا أحسن تقدير العواقب، لأنه إذا جلست 100 سنة أحاسب نفسي على ما حدث لن أفهم أبداً لماذا تصرف هؤلاء الناس هذا الشكل. شوق مقرونة بالدرويش، أنه يعني ما ينفعش يبقى درويش، يعني درويش رجل دين ما ينفعش يبقى عنده عواطف. في بلاد اتمنع للعنوان، الدرويش اللي في العنوان بتشير إلى درويش الهوى والحب. الحقبة التاريخية خلت هنالك هجوم كثير عليها، وبفتكر إنه هذه ضريبة النجاح، وعليها أن يتحمل على حمور زيادة أن يتحمل هذا الزخم. ربما لو كتب شوق الدرويش بعد 20 سنة ثانية سيكتبها بشكل آخر. هؤلاء حشائش الأرض، هؤلاء أهم عندي من السادة الجالسون في القصور. برضو هي رواية لاقت كثير من الزخم الثقافي والإعلامي، ولين أنها تصدرت الحقيقة جائزتين، مش جائزة واحدة، جائزة نجيب محفوظ اللي هي بتاعت الجامعة الأمريكية، ثم جائزة البوكر للرواية العربية، وكانت ضمن القائمة القصيرة وطلعت الثانية بعد الطلياني. وده موقف مش سهل يعني لنجاح باهر لكاتب شاب يكتب روايته الثانية. المجتمع السوداني مرتبط إلى حد كبير، حتى الغاضبين والرافضين مرتبطين إلى حد كبير بمصر، يرون العالم عبر مصر. أنا أعتبر أن هذه مشكلة، يعني أنا كرجل ليس لدي مشكلة مع مصر ومقيم في مصر ومتصالح ومتعايش مع المجتمع المصري، أنا ألوم على السوداني المقيم في السودان أنه ينظر إلى العالم عبر منظار مصر. العالم أوسع من مصر. لذلك ستجد أنه خبر مثلا مثل وصول رواية شوق الدرويش إلى القائمة القصيرة في البوكر لم يكن خبرا مهما. الاهتمام كان بالجائزة المصرية وليس بأن أي جائزة أكبر أو أهم من الأخرى. لذلك هناك بعض الناس اعتبر هذه إدانة مسبقة، أنه طالما أعطاك المصريون جائزة في كتاب يتكلم عن المهدية فهناك شيء ما. الرقيب أحياناً يتلكك على شكل الغلاف، رقيب أحياناً يمنع على العنوان، يعني في بعض البلاد جاء منعها لكلمة شوق، شوق مقرونة بالدرويش، أنه يعني ما ينفعش يبقى درويش، يعني درويش رجل دين ما ينفعش يبقى عنده عواطف. في بلاد اتمنع للعنوان، في بلاد اتمنع لوجهة النظر السياسية. أنا شايفة ده من ضروب المستحيل إن إحنا نعرف العقل الرقابي بيفكر إزاي. طبعاً في الرقابة الرسمية اللي هي بتمنع وتقول الكتاب الفلاني ممنوع، وعلى فكرة بدون أسباب. وفي الرقابة المجتمعية اللي هي تواطؤ كده إن في عمل ما مش هيدخل، صعب جداً تعرف ليه. وفي حاجات تبقى ممنوعة وبعدين بعدها تدخل. الفكرة الأساسية عندي لشوق الدرويش كانت فكرة تحول الضحية إلى جلاد، وهذه الفكرة تخلقت يمكن في الشهر الأول أو الثاني بعد الثورة المصرية. لم يكن ظهر هناك أي شيء في الأفق يعني، ولم نرى الثورة الليبية تقتل معمر القذافي وتمثل به، ولا يعني عمليات الاغتيال التي حصلت لأولاده مثلا.
أو ما حصل في بعض الثورات الأخرى البلدان الأخرى، تحول ثورة سوريا إلى ما رأينا في تقريبا في شهر فبراير من 2011 أو مارس، نهاية فبراير بداية مارس، الأمور تبدو مشرقة جدا. لكن لسبب ما ابتدأت أتخوف من فكرة تحول الثائر أو تحول الضحية، حتى إن لم يكن لديه وعي الثائر، أن يتحول إلى جلاد. ليس خشية سياسية يعني، إنما هو تشاؤم الأديب. فبدأت يعني أحاول أن أجهز لعمل بهذه الفكرة. ابتدأت في الأول أن يكون عملا معاصرا في الزمن الحديث، على نهج دكتاتوريات أمريكا اللاتينية مثلا التي كتب عنها ماركيز أو يوس أو كونشيكا من هذا القبيل، ثم تراجعت. أثناء التفكير في هذه الخشية برز عندي مفهوم أزمة اليقين المطلق، أنه هذا ما قد يحول الضحية إلى جلاد هو يقينه الكامل أنه له حق في أن يفعل ما يريد، أن الحق الكامل معه، وأن خصمه على ضلال، ضلال ديني، ضلال سياسي، ضلال في أي الأشياء، لكن أنا صاحب حق كامل. لا أستطيع الجزم الآن بأن المهدويين في السودان أو أنصار المهدي الحاليين بشقيها الحداسي اللي هو في حزب الأمة، أو الأنصار أنصار المهدي، كان لهم نفوذا في منع هذه الرواية شوق الدرويش من الظهور في السودان. لا أعتقد ذلك، لكن هذه المسألة حكومية. ممكن جدا جدا أن يكون هنالك أحد أفراد هذه الحكومة أو مجموعة من أفراد هذه الحكومة كلهم اشترك آباؤهم في الثورة المهدية. ولدت على بعد حوالي 150 أو 200 متر في مدينة أم درمان من قبة الإمام المهدي التي دفن أسفلها. طفولتي كنت ألعب في ما يسمى حوش الخليفة، الذي هو المسجد الذي أقامه الخليفة التعايشي خليفة الإمام المهدي. كرة القدم كنا نمارسها في ميدان يسمى ميدان المدفع، لأن في قلبه في وسطه يرقد مدفعا إنجليزيا دخل به الإنجليز في 1898 مدينة أم درمان، ووضعوه في هذا المكان ليضرب به قبة الإمام المهدي. فأنا نشأت في أحياء هذه الحكايات، جئت بعد 100 سنة من المهدية، لكني عشت في أجوائها. فبالنسبة لي هي كانت نوع من خلطة ذاتي بالفكرة التي أريد أن أتكلم عنها، إضافة إلى أن المهدية فيها كان إسقاط مهم جدا لما بدأ يظهر في تلك الفترة. هو لم يكن قد ظهر عندما كتبت الرواية في غاية 2013، لكن ما ظهر بعد ذلك من التطرف الديني في قضية داعش وما شابه. حقيقة أنا قبلت على الفور رواية شوق الدرويش، لأنه حمور كاتب له خصوصية شديدة جدا، له لغة خاصة بيه تقدر تميزها على طول. كمان الموضوع، موضوع الثورة المهدية، موضوع خلافي وتاريخي، ودلوقتي في إقبال كبير على قراءة التاريخ يعني، فما بالك بالرواية التاريخية. الرواية من ساعة ما نشرناها وهي بتخلص وبنعمل تاني، عايز أقول إن في قارئ وقارئ واعي، لما بيبقى عمل جيد بيفرض نفسه. اختياره لكلمة أو لعنوان الرواية شوق الدرويش كان فيه كثير من الذكاء والخبث الفني، لأنه كلمة درويش في السودان تحديدا تطلق في ثلاث أشياء لثلاث أماكن يعني. إما تطلق للصوفي، تطلق هذه الكلمة له، والصوفي مقبول في السودان بشكل عام، وكثير من السودانيين يعتبر
أن الصوفيون هم أن الصوفيين هم من أسسوا للإسلام السوداني بشكل عام أو الدين في السودان. تطلق أيضا على الأنصار المهدي إما تحقيرا أو تمجيدا. تمجيدا باعتبارهم زهادا أو تحقيرا من يعني خصماء المهدويين. أنا لم أصنع تاريخا غريبا ولم آتي بهذه الكتب من 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 أماكن مجهولة. فالثورة المهدية ما كتب عنها من حقائق أو ممكن نسميه ما كتب عنها من وجهات نظر متعددة لمن عاصروها موجود في الكتب. هي كتب موجودة ومؤرخة، بعضها سوداني، هذا الذي تناول أشياء من وجهة النظر السودانية. يعني مثلا عندما كتبت عن دخول قوات المهدي إلى مدينة الخرطوم، قتل الناس الذي تم، هذا نقلته من مؤرخي المهدية، المؤرخين الرسميين للمهدية في وقت حدوث المعركة. عندما تكلمت عن الناس الذين هربوا أو تغير يقينهم، أو هذا من كتابات سودانية أيضا معاصرة وممجدة للثورة المهدية. عندما تحدثت عن بقايا جيش عرابي الذين قتلوا في جردة تسمى عندنا جردة هيكس باشا، لأنها كانت مجموعة بقيادة قائد بريطاني اسمه هيكس، هم كانوا حوالي 5000 مقاتل، هم بقايا جيش عرابي تم أخذهم بالسلاسل للقتال ضد المهدية، هذا مأخوذ عن مؤرخ مصري إبراهيم باشا فوزي، هذا ضابط مصري كان في جيش عرابي ثم انسلخ بعد هزيمة الجيش واعتذر للخديوي وكتب عن نفسه أنه ذهب وباس رجل الخديوي اعتذارا. ثم عندما كلف بالذهاب إلى السودان كان من أكثر الناس حماسا لهذه المسألة وذهب إلى السودان وأسر هناك وقتل من كان معه. فعندما يعني هذا كان مشهد سريع جدا في الرواية، لكن أنا أخذه من هذه النقطة المصرية، لا أخذه حتى من عند السودانيين، رغم أنه لدينا كتابات سودانية أرخت لهذه المسألة. فهو ليس مجرد رصد جاف لأحداث التاريخ، وإلا كان ممكن نروح نقرأ كتاب تاريخ هيقدم لنا كل التفاصيل وبالأسماء والتواريخ. هو بيحط الثورة المهدية ديت في إطار تخيلي، قصة حب، ولكن قصة حب غاية في التعقيد، قصة حب بين بخيت منديل يطلقون عليه في العمل العبد الأسود، وبين تيودورا البيضاء اللي هي جاية مع البعثة الأرثوذكسية من اليونان. علاقة الحب ديت بين الأبيض والأسود، ولاحظ هنا الحدية بين اللونين، وهي علاقة حب غير متحققة، لأن بخيت منديل بيحب ثيودورا جدا، ولكن ثيودورا بتمثل المستعمر الكامل تماما، الصورة النمطية للمستعمر اللي هو شايف إن هو جاي علشان يقدم التمدن والتحضر لهذا المجتمع، وبيفضل في النهاية إن هو يموت رغم إن كان عنده فرصة للهرب، بفضل إن هو يموت علشان يكون بقربها بعد أن ماتت. الحقيقة ده إطار بديع يتحط بقى في داخله الأحداث السياسية، إنك تعمل الشخصي على خلفية السياسي، وطول الوقت يبقى فيه لعب وتفاعل بين الشخصي والسياسي، أحياناً يتقدم الشخصي ويتراجع السياسي والعكس صحيح، مع لغة بتطلع كل التراث السوداني، بتطلع الشعر الصوفي، واحنا عارفين طبعا أهمية الصوفية والتوجهات الصوفية في السودان، بتطلع كل التراث العربي، وعارف امتى يكتب نثر مباشر وامتى يلعب باللغة ويخليها لغة شعرية، رابط الأحداث بشكل محكم، ما تقدرش انك تقف وتقول ان في حاجة هنا مفتعلة او زيادة. امرأة مثل شخصية ثيودورا التي كانت سيدة
بغض النظر عن أنها سيدة محتلة، لكنها لذاتها ومن وجهة النظر الروائية هي كانت سيدة. ثم انحدرت من أعلى هذا السلم الاجتماعي لتصل إلى قاعه، هذا أمر مزعج جدا بالنسبة لها، فبالتالي لابد أن تتصرف شخصيتها بشكل معين. عديد من القراء السودانيين لم يقدروا هذه المسألة، هم بالنسبة لهم هذه المرأة محتلة لابد أن تلقى جزاءها، لا يمكن أن تجد تعاطفا في الرواية، لا يمكن أن تجد مقولاتها العنصرية مساحة علي ككاتب أن أقمعها. وأنا أعتبر هذا ليس صدقا فنيا، الصدق الفني لا أتحيز لوطني ولا لانحيازاتي واختياراتي الدينية ولا القيمية ولا الشخصية. بخيت منديل اللي هو بطل الرواية تم استرقاقه في عمر 9 سنوات بعد مجاهدة، تم استرقاقه، تم بيعه لأبيض، هذا الأبيض أساء استخدامه جنسيا بعد أن عزبه، حين فرغ منه تم بيعه إلى تركي، هذا التركي استخدمت ابنة هذا التركي بخيت جنسيا أيضا وأساءت استخدامه جنسيا. الثلاث أشياء دي كان المفروض أن يخلق بطل يعادي اللون الأبيض وفي نفس الوقت يستطيع أن يتطور، لأن المشكلة الأساسية بتاعته هي الرق، لم تكن مشكلته المهدية أصلا. ثم نفاجأ بأن هذا الرجل أحب فتاة بيضاء ثم قتل 6 من الشخصيات الموجودة من أجل هذه الفتاة البيضاء دون أن نعرف لماذا أحبها ولماذا قتل هؤلاء 6 بسببها. هل لأنهم قتلوها؟ ده ليس سببا كافيا، لأنه في هي أصلا تم استرقاقها وتم بيعها لأحد أغنياء الخرطوم، ثم حاولت الهرب، وكان جزاء من يحاول الهرب القتل. في الكلام ده طبيعي جدا، لكن كون أحبها لم يذكر لنا لماذا أحبها، ثم لم يذكر لنا لماذا قتل من أجلها. هو لم يعارك ويقاتل من أجل حريته، ولم يقاتل من أجل استخدامه كرقيق ثم إساءة استخدامه جنسيا، ولكنه قتل الآخرين لأجلها. لم تكن هذه المسألة مغنعة. يقول بخيت لثيودورا: هزمونا سريعا كأنما قتلنا، مات من مات وفر من فر. الحرب لعنة يا بخيت، الغفلة لعنة يا حواء، خرجنا متعلقين بالإيمان ولا شيء غيره، آمنا بانتظار مصر لنا لنفتحها، قيل لنا إن المصريين يتشوقون للدخول في دين الله، ذهبنا إليهم نحمل رايات المهدي فقتلونا، كنا شجعانا وكانوا شجعانا، كنا نقاتل عن دين الله ولا أعرف فيما كانوا يقاتلون، ما وهنا وما وهنوا، لكن ما كان قتالنا إلا هباء جهد بلا طائل، كأننا ما رفعنا سيفا ولا أطلقنا بندقية، كنا مؤمنين لكننا كنا جوعى، انتصروا وامتلأت الأرض بالجثث. يوسف أفندي سعيد هذا الذي يمثل الغازي المصري كانت أزمته أن زوجته لا تحبه،
فأنت لن تنظر إليه في هذه الرواية باعتبار كقارئ سوداني، لن تنظر له باعتباره ممثلاً للغازي المصري بقدر ما هو إنسان مسكين تزوج ابنة عمه ويفعل لها المستحيل، وفي الآخر تركته وهربت مع جارها. لا تستطيع أن تنظر إلى ثيودورا ممثلة العنصرية الأولى في الرواية إلى أنها هي فتاة مسكينة تريد أن تنجو بنفسها. أنا أعتقد أنه هذا هو دور الفن، أن عليه أن يبحث داخل الإنسان. الرقيب مع الناشر في المعارض خبرة سيئة جداً. في بعض المعارض بتبعت لك مسبقاً تقول لك كل العناوين دي ما تجيبهاش معاك، فدول كتر خيرهم على الأقل بيوفروا حق شحن الكتب. في بعض المعارض تفاجأ يدخلوا لك كده ويروحوا شايلين ده وده وده بدون إبداء أسباب. الحقيقة إن الرقابة بقت شيء مضحك ومحزن في نفس الوقت، في عالم السماوات المفتوحة، في عالم الإنترنت، في عالم بيتقرصن فيه الكتاب بمجرد ما توصل أول نسخة في أي مكتبة وبينزل بي دي اف، كل الكتب متاحة. الثورة المهدية نفسها والثورة ديت غير مرحب بيها في الرواية الرسمية، لأن الحقيقة ديت كانت ثورة مهدية هي بتقدم نفسها كمان بوصفها حركة دينية. هذا أمر غير مرحب به، ده من ناحية. من ناحية تانية اللي خليني أسميه إيه؟ عرق التصوف اللي موجود في الرواية. التصوف أصلاً من وجهة نظر مثلاً أهل السنة المتشددين غير مقبول. لعل أكثر شخصية استطاعت أن تعبر عما أريد أن أقوله من قلق هي شخصية الحسن الجريفاوي، هذا الرجل الذي فعلاً حس أنه يتحول من ضحية إلى جلاد جديد، وابتدى يسأل الأسئلة التي سألها المثقفون المسلمين في 67، أنه إذا كانت السجون مليئة بأعداء الوطن، وإذا كنا نحن على الحق، وإذا كنا لدينا كل هذه القوة، فلماذا هزمنا؟ هذا الرجل ابتدى يسأل أسئلة مقاربة، يعني إذا كنا على الحق، وإذا كنا على ما بايعنا عليه الإمام المهدي، وإذا كنا نحن الذين سنفتح مكة، ونحن الذين سنرث الأرض ومن عليها، فلماذا يحدث حولنا كل ما يحدث؟ فأنا أعتقد أن اللجوء للتاريخ كمهرب هو ليس مهرباً سليماً، لكن كصدق فني أعتقد أنه كان أقرب لروح الفكرة التي أريد أن أقولها. يعني أنا شخصياً لن أستطيع أن أحكي شوق الدرويش أو مواضيع الرئيسية لشوق الدرويش إلا بذلك الشكل، ربما غيري يستطيع. لا، في السودان ليست ممنوعة، هي في السودان مش هي زي بغداد، إنه تكاليف دخول الكتاب الشرعي غالية جداً. يعني عشان يصل الكتاب إلى الخرطوم ليباع هناك سيعمل بتاع 20-25 دولار، وهذا مبلغ ضخم جداً بالنسبة للقارئ السوداني. لذلك فكل الموجود هناك هي الكتب المزورة، لكن لم تمنع بشكل رسمي. ما أعتقد أنه في زول في السودان لا يوجد أحد جدوده اشترك في المهدية، ما بتصور هذه المسألة، أو عاش أو عانى منها. فيه كثير جدا، وممكن جدا ديل تصرفوا بالفهم العام بأنه يجب أن يكون للتاريخ غداسة وللأبطال قداسة. أنت ما بتجيني هسي الآن، غير مقبول الآن أن تقوم لتقول للناس والله المهدية دي كلها أخطاء، غير مقبول للحكومة نفسها، لأنها إذا تركتها فالحكومة معناها تستخدم هذه المسألة ضد التيار المهدوي، وإذا منعتها فهي تفعل فعلا عاديا. الرقيب في السودان سقفه واطي جدا، سقفه قليل جدا، لا يستطيع أن يتجاوز عن أشياء إن تبدو لكم تسوءكم. يعني ما فإذا لا قدر الله حصلت أي ضجة مجتمعية، مواطن على سناب شات أو على تويتر أو على غيره سلط الضوء على رواية ما وقال كيف دخلت هذه الرواية هنا،
مباشرة تتحرك من الرقابة وتقول أنا أصلاً لم أعطي إذناً بهذه المسألة وتقوم بسحبها. الروايات التي تمنع بشكل مباشر هي يعني روايات قليلة، لكن الحقيقة إنها حياة حتى الآن تمر. يعني الدولة الوحيدة ربما التي منعت فيها بشكل ما كانت تباع في المكتبات، رغم أنه رسمياً افترض أن لا تباع لفترة، كانت تباع من يعني كما يقولوا من أسفل الدرج، بعد ذلك صعدت إلى المكتبات بشكل طبيعي. ويعني تحس أنه هو قرار الدولة هو قرار متخوف أكثر منه موقف حاسم. أنا أفتكر أنها هي رواية جيدة، تنبئ عن مولد كاتب قدير يمكن ببساطة جدا أن يتبوأ موقف يعني مقعدا جيدا في خارطة الأدب السوداني. أنا عندما خرجت من السودان لم أكن اسما ولا كنت منتميا لأي جهة معارضة، أنا ربما كنت مشاغبا أكثر مني معارضا، وأنا كنت ولا زلت لا أحسن تقدير العواقب. يعني كل الأشياء التي كتبتها فجلبت علي السخط، سواء سخط الدولة أو سخط الإسلاميين أو غيرهم، أنا وحتى الآن عندما كتبت شوق الدرويش وجلبت علي سخط كثير جدا من السودانيين، أنا لم أفهم ردود الأفعال هذه. أنا سيء جدا في تقدير ردود الأفعال، يعني لا أفهم لماذا تغضب جماعة إسلامية من مقال فتحرق بيتي. يا جماعة هذا مقال يعني انضجوا قليلا، او يعني